بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب؟ وحشتوني. انا نهم قلت من قناه نوحود، معلش اتاخرت عليكم. كان عندنا فرح بقى وعقبال عندكم كلكم يا رب. كان ابني الكبير بيتجوز، عقبال عندكم كلكم يا رب. النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل طاجن القمر اللي قدامكم ده، طاجن جمبري بس ايه من الاخر. يلا نسمي الله وندخل المطبخ. بصوا بقى، هنجيب الجمبري الكبيره طبعا اللي انتوا عايزينها، وهنغسلها كويس جدا، وهنشيل الظهر اللي هو سلسله الرمل اللي بتبقى موجوده في الظهر. بصراحه انا خليت الراجل يشيله لي عشان كنت ما شاء الله عامله كميه. وهروح بقى ايه، انا اغسله كويس جدا واشيل الزعانف بتاعته اللي هي الشعر بتاعه، الشنبات بتاعته دي اشيلها كلها بالمقص عشان بيبقى شكلها مش لطيف يعني. وارجع لكم. هنا غسلته ونقحته في ليمون وظبطته وخليته زي الفل، وهنا بصفيه خلاص. هروح بقى على البوتاجاز بتاعنا نشوف احنا هنعمل ايه. جبنا حاجه كده هنشتغل فيها، وجبه حله طاسه، شوف انت عايزه تطبخي في ايه ست البنات واطبخي فيه. وحطيت فيها ايه، حطيت فيها مكعب كبير من الزبده على معلقتين زيت، وسبتهم يسخنوا كده وتسيح الزبده علشان اعرف اشتغل. يعني اشتغلت بزبده، اشتغلت بزيت، مش فارق خالص. اشتغلت بسمنه برضو اللي ريحك، بس احنا دلوقتي الجو برد، السمنه تحط وياها زيت، زبده طبعا لازم زيت عشان ما تتحرقش، بس السمنه علشان ما تسقع بتبقى مش لطيفه، لازم معاها زيت خلاص. هنا بقى ايه، حطينا كميه بصل مش بسيطه ما شاء الله، بصلتين كبار كده، عشان زي ما قلت لكم الكميه كانت كبيره ما شاء الله، اللهم بارك. وهشوح بقى البصل، يعني اخليه مش هحمره، هشوحه اخليه شفاف كده. احط له بقى ايه، وانا بشوحه كده دايما بحط رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود خلاص. هنا في الاكله اللي احنا بنعملها دي في توابل اسمها توابل سمك، ممكن تعملها عندك من الـ الكمون ومن الثوم البودر والبصل البودر والكركم والكاري، وتعملها عندك. ممكن تجيبها جاهزه زي ما جبتها جاهزه كده بصراحه، معلش الكاميرا كانت هتقع خلاص. وهنا رحنا جايبين انا جبتها جاهزه، فهحط منها معلقه على الاكله كلها. وجبت شويه فلفل الوان وحطيتهم، وحطيت واحده سبايس كده في السر كده بيني وبينكم، ما تقولش لحد يعني. وطبعا ما عنديش فلفل الوان، بستعمل الفلفل الاخضر، ما فيش اي مشكله. واشتغل بيها، شوحت كله مع بعضه لما ريحته بدات تطلع كده، ورحت حاطه كميه الجمبري ما شاء الله. بعد ايه، بعد ما شلت الشنبات بتاعته اللي هي شكلها مزعج دي خلاص. وهشوحه بقى، هفضل ايه اشوحه لحد ما يبدا ياخد لون، وهو ما بياخدش وقت خالص. يعني عايزه اقول لك الاكله كلها يمكن هتاخد منك 10 دقايق، وبعد كده هتحطها في الطاجن بتاعك وتحطها في الفرن خلاص. الجمبري ما بياخدش وقت خالص. طب يا نهى، ده في ناس بتحط هنا بقى، شفت بحط زي ما قلت لك التوابل اللي قلت لك عليه، الاهي دي التوابل اللي بس حطيت ملح في الاول، دي التوابل السمك. زي ما قلت لك يا اما تعملها في البيت يا اما تشتريها جاهزه لريحك. انا طبعا عملتها قبل كده في القناه جاهزه، وقلت لكم ده برضو دلوقتي عليه على مكوناتها اللي هي توم باودر، بصل باودر، كمون، برضو كزبره، كركم، كاري، كل الحاجات دي. وممكن لو عايزه سن الشطه ماشي، هنا بس بشاور لك ان بدا ياخد لون اهو، وتقلبوه في بعض مع بعض، وتحط برضو سن شويه من الملح علشان يحافظ على التوابل بتاعتك. حلو الكلام، حلو الكلام. هنا خلاص انا شوحت كله مع بعض اهوت، وبدا خلاص ياخد لون. هجيب له بقى ايه شويه من عصير الطماطم واحطهم عليه، بس ايه يعني عصرناها وصفناها خلاص. اديهم بقى تقليبه الاثنين كله مع بعض، كله مع بعض بقى كده. على فكره انا بكلمكم الدنيا بتمطر بره، اللهم اجعله صب نافع يا رب. هشوحه كله مع بعضه كده، واروح حاطه بقى في الطاجن بتاعي. طبعا حاطه الطاجن هنا على صينيه، لان العين كنت بشتغل عليها فلسه سخنه، فخفت احط الطاجن على العين على طول يروح مكسور وطبع عليه. خلينا نستعمل عقلنا كده واحنا بنشتغل خلاص. انا حطيت كل الكميه ما شاء الله، اللهم بارك، على في الطاجن. هسويها بقى زي الفل. طبعا الفرن بتاعنا مسخناه، يعني هو على فكره هو كده استوى، بس ايه انا هحطه في فرن ايه ياخد ويدي مع بعضه كده، ويديني شمخه الفرن والطعم بتاع الطواجن والحاجات دي. هرش عليه بقى من فوق سنه من البابريكا، سنه من الشطه، حاجه كده يعني لزوم الدلع. وانا بحب في الاكله دي شويه شطه كده بيدوني طعم لذيذ يعني خلاص. طبعا مش عايزه بلاش خلاص. هنا خلاص انا خلصت اهو، هاخده كده احطه في الفرن، مش عايز ولا هتغطيه ولا تعمل، لان هو اصلا كده كده استوى. احنا هنحطه في الفرن بس يدينا وش كده، يبقى طالع شكله كده زي ما شفت في اول الفيديو خلاص. هنا بقى ايه رايك بقى، طلع كده. طيب بصي حاجه كده، ايش خيال يا ناس،
يعني وريحته بتبقى ايه قلب الدنيا. يعني عايز اقول لك الناس وهي ماشيه في الشارع بيقولوا مين اللي عامل جمبري، يعني ريحته بتبقى جميله جدا لو انت غسلها كويس. وغسيل الجمبري يعتمد بالدرجه الاولى على الليمون، على الليمون مش على اي حاجه تانية، كتر الليمون وكذا مره مره بعض ورا بعض كده. ان شاء الله الطاجن يعجبكم، والسلام عليكم.